دي اللعيبه اللي انا نفس شايفها اللعيبه دي ونفس الطريقه انت لسه اللاعب عامل بيها مباراه ممتازه مع فيتش. ما هو ده ايه اللي حصل؟ ده الفخ بقى اللي حصل. اللي حصل تغيير النهارده؟ ما هو ده الفخ. كل حاجه كل فرقه وليها اداء، كل حاجه مختلفه، كل فرقه وليها تعامل، كل فرقه وليها امكانيات. انت اساسا مختلف النهارده. ايوه انا بقول كل حاجه مختلفه النهارده. لا انت مش مختلف، انت مش موجود. لا انت أيوة. انت النهارده كلاعب يا كابتن شريف حتى أنا من البدايه قلت لك مختلف. انت مختلف النهارده. علاء انت مدير فني، لو قدامك فرقه مش هتدرسها وتحط فرقه عليها فريق بيراميدز وامكانيات ازاي تلعب بيهم؟ فريق بيراميدز مش هو بيراميدز اللي لعبك في الكاس. انت ما عملتش حساب دي. فريق بيراميدز النهارده لعبك يعني معلش لعبك صح. اولا هو النهارده لو اتفرج على بيراميدز هو مستغنى عن موضوع الاستحواذ. من امتى كان بيحضر من تحت؟ هاتوا لي كوره حضرها بيراميدز من تحت النهارده. هو استغنى عندي لان هو عارف ان انت نقطه تفوقك، هو ضغط عليك، هو ضغط عليك انا قدام، فهو راح عكس الليله كلها. هو يبقى ضغط عليك من قدام كويس وقافل نص الملعب ومساحات مقفوله. انت بقى المساعده المساعده اللي حصلت اللي كان عليها كابتن شريف عدم وجود محمد مجدي في الحته بتاع نص الملعب، فهي كلها النهارده واليوم كله مختلف. ده اللي خلاك تفقد نص الملعب طبعا. فقدت نص الملعب.